عزيز جنبك ركز فكرك بجسارة وتحدي فوق ميدان التحدي فوق ميدان التحدي حاول ندك عزيز جنبك ركز فكرك بجسارة وتحدي فوق ميدان التحدي فوق ميدان التحدي قوي جسمك وسخن عضلاتك حرك بدنك وطور قدراتك قوي جسمك وسخن عضلاتك حرك بدنك وطور قدراتك شوف همتك فوز بالتحدي فوق ميدان التحدي فوق ميدان التحدي فوق ميدان التحدي أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم ميدان تحدي هزازي زاهر حتاخذ الاسطوانة وترميها وين؟ في السلة حترجع بيجي اللاعب الثاني الثالث الرابع الخامس ثاني ليس لك حق اللي تضرب اسطوانة واحدة يعني اذا رجع مرة ثانية سقط مالك حق خلاص انتهى يعني لك ضربة واحدة لتأخير اللاعب فقط اختار خمس لاعبين يا شيخ اسمع الاسم معك ثمر هزازي امن هزازي بيهز اليوم ميدان التعدي صحيح صح اكيد اكيد اسمك محمد زاهر ابو زيد محمد زاهر ابو زيد جاهز صافرة صغير ميدي ترمي مرة واحدة قلنا لك مرة واحدة ترمي اللاعب الثاني مين روح خلاص راحت عليك حلو ثاني مين يلا الثالث قوي معلش والله وصل ان شاء الله بطل ارجع نقطة البداية ارجع نقطة البداية يلا ها برا برا ذي يلا ارجع ارجع نقطة البداية روح ثلاثة أربعة ذي خمسة الأحمر بالفوز يتمخطر يلا روح اللاعب الثاني اللاعب الثاني طاح ارجع ارجع يا احمر ارجع يا احمر ارجع يا احمر حلو ارجع يا احمر خلاص اللاعب الثاني روح روح سلام عليك ارجع يلا اللاعب اللي بعده سرعة ارجع يلا مدروسة والله يستر عليك معليش هلا كمل يا اخضر فرصتك فرصتك يا اخضر روح يا اخضر ارجع 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 نقطة البداية لسه فاز الفريق الاحمر 15 19 خلكم والله راح حتى ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه ما شاء الله على الشباب الشباب يعجبونك الله عليه والله ما شاء الله ذا سريع وخطير الثالث الله الله الله, الله. قل الله عليك قل بسم الله معنا يحلى ملقانا في كل المراحل يشاركنا ميدان التحدي يلقى ويانا للخبرة تبادلنا يلقى ويانا للخبرة تبادلنا أخضر ميدان
تتعب حاول لا تستسلم لا لا حاول والعب حاول لا تستسلم لا لا حاول والعب حاول 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 مهما تتعب حاول لا تستسلم لا لا حاول والعب حاول لا تستسلم لا لا حاول والعب حاول 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 حسين وهزازي صافر الصدقرام يلا ها ها واحد صفر اللاعب الثاني يلا يلا روح كم مع بعض مع بعض اللي بعده اللي بعده استعداد جاهز ايوه روح كمل خذ خذ واحد ثانيه شجع حيلك والعب ومرح وملوك والله لو ثانية لا 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 لو تأخرت ثانية شد الهمة والعب أصل شد حيلك العب ومرح وملوك فرحة والمرح انت فارس شد الهمة فازينة. والعبها صح قوي قوي عزمك جاهز روح قوي عزمك حاول ندك بس الحركة مع بعض بس حلوة الحركة فريق الأحمر 10 نقاط لعبة التوازن اشتعد اللاعبين وصاف استاذ اكرم حيدي اول لاعب مين يا ترى شمي زندك قوي وافهم خصمك لا تتردد حفز نفسك العب واكسب اثنين اثنين قوي قلبك خمسة اربعة ثلاثة اثنين يلا لا تتردد والله صمد حلو حلو بس صمد والله صمد الرجال يلا ما في ما في صبر صار صدق رمو حيدي إذن أعزائي المشاهدين حامي القلعة من هو حامي القلعة؟ المطلوب أي كرة تسقط في داخل هذه القلعة إخراجها نفس الشيء إخراج الكور نص دقيقة فقط روح خلي همك بعد ربك اخدم أي كرة تسقط في داخل هذه القلعة إخراجها نفس الشيء إخراج الكور نفسك عدوك احضرها نص دقيقة نص دقيقة نص دقيقة انتهى بس 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 يلا حرك عقلك اذا فاز الفريق الاحمر 10 نقاط صافر سكر حميدي ومش من الله على بركة الله ارجي جمعك حفز روحك وبالفوز انسى تعبك فوز 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 يلا فوز أي كرة تسقط في داخل هذه القلعة إخراجها نفس الشيء إخراج الكور والله شكل الأخضر أحسن ضاع الأخضر ضاع الأخضر ضاع الأخضر ضاع الأخضر ولكن أحمر مرة ثانية بالعزم والنية بطمح وجدية
ونحقق هي 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 نقلتنا وعيا يلا نفرح ونتعارف ونمرح هيا نتقالف هيا يلا نفرح ونتعارف ونمرح هيا نتقالف هيا نوصل الى العلياء هيا بنا هيا نوصل الى العلياء هيا بنا هيا هيا الى الميدان وقت التحدي حان وتسابقوا الفرسان والروح رياضية بسم الله على بركة الله 10 لاعبين ومين اللي يخلص اول يطلع من النفق يرجع من النفق 5 4 0 اول لاعب يرمي سجل 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 يلا اللاعب الثاني يلا الثاني ثاني حلو ثالث ثالث حلو الرابع الرابع ها ها بطيء سريع الخامس الخامس ها السابع الخامس برا ارجع كمل فرصتك اخضر روح يا اخضر روح اديه كرة قرب له الكور يلا ها قرب له قرب له قرب له الكور ها يلا يا خسارة كمل ها يا خسارة يلا اللي بعده اللي بعده يا الله فاز الفريق الاحمر 5 4 3 2 0 اول واحد من بدايتها حلو يا اخضر سريع سريع يا اخضر عجل تكفى حلو ماشي اخضر يلا بطل يلا يا سلام عليك روح يا سلام يا اخضر والله مشكلة يلا روح ما عليه بتورطون تدخل خارجي كمل يلا كمل يلا روح سلام عليك حلو والله شغل نظيف اخر واحد لا اخر لاعب الله إذا 5 ركلات وحارس أبو بكر مطلوب تصد أكبر عدد ممكن. طبعا أي كرة سجل تحسب ضدك يأتي اللاعب الثاني بنفس الطريقة ونشوف الفرق. ثم نحسب النتيجة أستاذ أكرم وحيدي حكمنا الدولي. أستاذ أكرم ورا بعض حاول بسرعة أيوة تبرج الرجال. بسرعة أنت نايم بسرعة ورا بعض عشان تدوخ الرجال ولا في فايدة. جمع الكور حلو روح حلو سلام 2 صار تذكر محيدي يلا حاول برا بعض حلو روح دوخ روح ورا بعض سريع سريع سلام تعادل تعادل 5 4 3 تفضل والله بداية اضحك عليه سريع لا تعطيه فرصة على طول يا ساتر معليش 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 مع الصافرة بسم الله
برا هذه يلا بدايتها لا بدايتها بطيئة بالنتيجة مؤكد بالنتيجة مؤكد 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 الله أحمر عشر نقاط مالكي المالكي جاب عشر نقاط خمسة أربعة ثلاثة اثنين تفضل ما شاء الله حلو حلو بداية سلام جيب جيب الكرة الثانية بسرعة يا سلام عليك طيبة سلام يا أبو بكر واحدة بس محمد خليل بدأ وين انتبه للي برا يا شيخ خليل الله سلام عليك يا حارس سلام الله واحدة 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 الله انتبه للي شيخ بالله الكاميرا انتبه سنتين ايوه استعداد ابو بكر تفضل تفضل العب واحد العب 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 روح العب العب روح روح هي نفسها ثلاث كور على الكاميرا ثلاث كور يلا اللاعب الاخضر تفضل ابدا يلا غلس ما شاء الله بدايتها معلش راحت عليك ثنتين راحت اي واحده ماشي ماشي كم باقي لك ثنتين يلا كمل حاول تمسكهم راحت راحت معليش يلا ما شاء الله ايوه بداية واحد العب يا سلام ممتاز يا شباب تمام حلو شد الهمه يا همه واحد كرتين يا احمد كرتين يا احمد صافرة يلا ابدا واحد اثنين ثلاث واحد العب يلا اخر واحدة العب ثلاث كور للفريق الاخضر ايوه حاول 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 مهما تتعب حاول لا تستسلم لا لا حاول والعب حاول لا تستسلم لا لا حاول والعب حاول 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 مهما تتعب حاول لا تستسلم لا لا حاول والعب حاول لا تستسلم لا لا حاول والعب حاول 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 أقول فريقنا فاهم اللعبة من البداية الحمد لله فزنا بالميدان يا حميدان جيب الثاني فهمنا وفزنا ولو ما فهمنا برضو ما فزنا أقول هذا ما صار لعب صار حاسة وداسة كل واحد يجي يرمي على الثاني وما أدري كيف واحد يطلع والثاني يرجع عليه بمشكلة نفس الفريق يطيح خويه وش الفائدة أنا ما نبي كذا سعيد إنه إذا دخلنا هو يطلعها والله ما طلعت ولا واحدة أنا بعد ما نحتاج تحلف يا رجال أنا ما طيحت إذا طاحت فايزين الله بنت سهل إذا أنا قد في الولنتيات وكل شيء إحنا أحمد إحنا على إن شاء الله تنهزمون يا لا 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 يا 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 لا 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 دامك عن التحدي يا رفيقي تجهز قوة العزم عندي يا رفيقي تجهز قوة العزم عندي ميدان التحدي ميدان التحدي ميدان التحدي يا مكان الشقاء وين أهل المهارة كان عينك على القمة عزتها وبجدارة كان عينك على القمة عزتها وبجدارة ميدان التحدي ميدان التحدي ميدان التحدي
أعزائي المشاهدين، في هذا اللقاء الجميل واللي شارك فيه معانا أبطال جامع الموسى، حلقات التحفيظ في جامع موسى في حي شفا. يا سلام يا سلام. أما هؤلاء الأبطال واللي يلبسون اللون الأحمر اللون الخطير، حلقات الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه في جامع الحسين في أي حي؟ عزيزية. عزيزية 100 على 100. والنتيجة أكيد عند أستاذ أكرم الرحيدي بعد هذا الجهد الجهيد، بعد الشباب ما بذلوا مجهود عظيم، ولكن ليس الهدف الفوز الخسارة، في هدف أسمى أنه نلعب ونشارك، نكتسب مهارات، نكتسب خبرات. إذا نشوف النتيجة من عند أستاذ أكرم الرحيدي، وأنا أتوقع يفوز الفريق الأخضر. وأنا مثلك أتوقع أنه يفوز الفريق الأخضر. بالفعل فاز الفريق الأخضر بالمركز الثاني وبثلاثين نقطة. 30 نقطة، 500 ريال. اليوم تضيع ريال ينطح ريال. بعدين كابتن أهن سنك ولا كابتن أصفين؟ كابتن اسم الكريم الجنية. ها المبروك. إذا بعد هذا التحديات وهذه الجولات وهذه الألعاب وهذه المتعة، أكيد حقق المركز الأول حلقات الشيخ عبد العزيز ابن باز في جامع الحسين في حي العزيزية، وفازوا بكم نقطة أستاذ أكرم؟ فاز الفريق حلقات الشيخ عبد العزيز ابن باز بثمانين نقطة. 80. 1000 ريال. ريال ينطح ريال. إذا والله ما قصرت. كابتن الفريق ماذا يقول في النهاية؟ يقول حلقات جامع الموسى تستاهل كل خير، هم أخواننا وأهم شيء المنافسة الشريفة، سواء فزنا حنا وفازهم كلنا أخوان. ثاني شيء حلقات الموسى لهم برامج سابقة معنا، يعني هم يعرفونا ونعرفهم من أول، يعني ما الفوز والخسارة بالنسبة لنا ولهم عادي، كلنا واحدين. في الأخير شكر والتقدير لراعي هذا البرنامج ومن قدم جميع التجهيزات، جميع تجهيزات هذا البرنامج ميدان التحدي، شركة محمد العريض للمعدات والرافعات. كل الشكر لأبو فهد الله يعطيه الصحة والعافية. إلى اللقاء، تجدد اللقاء معكم إن شاء الله في الحلقات القادمة في برنامج ميدان التحدي، ألعاب جديدة، أفكار جديدة، وطبعا التواصل والاتصال دائما معنا سيكون إن شاء الله على رقم الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشاركة من حلقات الموسى أو جامع الموسى من البطل هزازي، ما اسمك؟ تامر هزازي. تامر هزازي جانا يا تامر. يا كل من حضرنا حياكم الله، بالورد والياسمين منكم نفحنا، منكم نفحنا. بسم الله، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أبارك للفريق الأحمر، وإن شاء الله لنا لقاء ثاني والميدان الحمدان مرة ثانية إن شاء الله. إحنا زي ما قلنا لكم إن شاء الله البرامج السابقة إن شاء الله مع جامع الموسى، وهم أخواننا ومهما كان، يعني فزنا وفازوا كلنا واحدين. شركة محمد بن عبد الله العريض، المؤسسة الأولى للمعدات والرافعات في المملكة والخليج والدول العربية. أكثر من 40 فرعا توفر لكم كل ما تحتاجونه من الكرينات والمعدات الثقيلة. الاسم الأول في عالم الكرينات. ميدان التحدي.